الحال صعب جدا وعنده ندرة شديدة جدا. يعني كل ما نحن نمشي ونقف في الصف والغاز لما نجي بنقف في الصفوف وبعد ذاك بنلقاه غالي، حتى الفحم ذاته غالي، ما قادرين نعمل شنو. فهل الغاز ده هل من المصنع أما قاعدين تستوردوه برا ولا الحاصل شنو؟ احنا دارين نفهم يعني قصة الغاز دي لازم تتحل، وقصة يعني صعبة شديد. طبعا الغاز فيه لما يكون ما موجود بنكون متضررين ومعانين منه شديد. لما نستخدم الفحم بيكون شنو؟ يعني صرفه علينا كثير وما حيغطي معانا مب خارج والعمالة صرفها كثير. وفي بدائل لكن طبعا بيكون صرف كثير. سبب الندرة في الغاز مرات بيكون من الصيانة، عندهم صيانة دورية أو ترحيل، ويكون ما عندهم غاز أساسا، عندهم غاز بواخر جاية ما جات باخرة تأخرت كده. يعني مرات الغاز من بورسودان بيكون فيه مشكلة لحد ما يصل مستودعاتنا، والغاز الناس ما بتقدر تستغنى عنه، يوم واحد بيأثر يعني يوم يومين، لأنه الليلة ده بيقطع بكرة بيقطع الزول الثاني كده، بيكون في كل يوم بيكون في حوجة، الناس بتكون محتاجة على طول. عشان المواطن يعرف الزيادات دي ما مننا احنا كوكلاء، ما مستفيدين اي شيء من الزياده دي. يعني اخر حاجه كان بيجيبوا لنا الاسطوانه في سعر 2000، نحن بنبيع ب 2400، الان بيجيبوا لنا ب 2800، بنبيع ب 3200. يعني نحن نفس ال 400 جنيه اللي قاعدين نلقاها زمان هسه قاعدين نلقاها 400 جنيه، يعني ما مستفيدين اي شيء.